يو السلام عليكم ومرحبا بكم عندنا في اول بودكاست ديال موروكان فيرتشوال بودكاست او لا ان شورت ام في بي. از ان انتدكشن هاد البودكاست هذا الجول ديالو هو ديسكاسيو اون نهضروا في دي سوجي اللي بالنسبه لينا حنايا كيجونا انتريسون او لا ريليفنت بالنسبه للسايتي المغربيه او لا بالنسبه للجينيراسيون ديالنا والشباب بحالنا. مهم as an introduction أنا الهوست ديال البودكاست سيمو، كين معايا as co-host كين بيو، مرحبا بكم أخوتي، كين مارلين وكين زنيشي. مهم as an introduction أو لا as أول topic شارينا نهضرو فيه واحد topic اللي شوية heavy صراحة ولكن فهمشي بالنسبة للجنراسيون ديالنا شي لعيبة اللي فريمو فهمشي انتريسونس امشي ما ماشي بنادم ما تيهضرش عليه بزاف في المغرب. وكيف ما كتقراو في التايتل ديال البودكاست اليوم غادي نهضروا على المينتال هيلث والمينتال هيلث اويرنس مينتال هيلث ايلنس امشي اي حاجه مش علاقه بالمينتال هيلث مينتال هيلث في المغرب. وفهمشي بنادم فهمشي هاو بنادم يكون خصو يكون انتريسي بها ويكون واعي بشي لعيبات اللي فريمون مهم. اول حاجه قبل ما نكملوا كويشن باش نبينوا لبنادم كان جرحوا لي مزيان شنو هي المينتال هيلث العربيه ديالها شنو شي معنى قريب ليها. المينتال هيلث التعريف ديالها الحرفي بالعربيه هي الصحه العقليه. الصحه العقليه هي اي حاجه مرتبطه بالحاله النفسيه ديال الانسان. كيكونوا بعض المرات شي امراض كيديو لشي اضطرابات وشي لعيبات اللي كيخليو الحاله النفسيه ديال هذاك الانسان تكون ماشي فهمشي انورمال ماشي ستابل او انورمال. المهم نقول بحال فهمتي امراض العقليه وصافي ماشي بالضروره امراض عقليه ولكن شي حاجه اللي كتخليك نتايا الصحه العقليه كيف ما كاينه شي حاجه سميتها الصحه اون جينيرال اللي كتعني غالبا الصحه الجسديه باش كتكون صحيح كنقول فهمتي ما فيك حتى شي حاجه نورمال مخك خدام مزيان قلبك خدام مزيان معدتك خدامه مزيان رجلك خدامه مزيان عينيك خدامين مزيان الحاله النفسيه ديالك فهمتي حتى هي عندها واحد الصحه ممكن تكون مزيانه ممكن تكون مريضات ممكن تكون فهمتي عيانه شي سيميلر كونسيبت فهمتي هذه حاجه تقريبيه وسامبل شنو هي الصحه العقليه والنفسيه. مهم دراري غنسولكم اول حاجه كاول بوان دابا بالنسبه ليكم واش نتوما عندكم واحد وعي ولا واحد الحس بالصحه العقليه ديالكم ولا الصحه النفسيه ديالكم واش نتوما ديجا اوير بها واش كتحاول تراعي ليها واش كتحاول تعطي ان بريوريتي واش خلق واش فهمتي do you take care of it كيف ما كت you take care بالصحة النفسية دي بالصحة الجسدية ديالك؟ لا honestly ما تكون ما عندكش فكرة. أنا personally ما عنديش فكرة على الصحة العقلية ديالي كدايرة. كنحس براسي مزيان فهمتي ولكن زعما عمرني ريحت مع راسي وفكرت شنو اللي وش بالصح نحس براسي مزيان ولا غير كان نغطي على راسي ولا تنصبر في راسي etc. فورمي الصاط انا كنت كيبان لي بلي راه عندي شي حوايج كيخلوني كن اوفر ثينكين اوفر ثينكين راه شي حاجه من مينتال هيلث الصحه العقليه هي داخله فيها. تحس براسك بعد ما تفكر في شي حوايج بشكل ولا كدير شي حوايج كتلقى راسك ما عندوش مبرر دونك كنفكر وما كنرياكتيش. انا خويا بالنسبه ليا نحاول نراعي ما كاينش الصراحه شحال غاد اعوام الاخيره كنت كعارف كتشوف بنادم في انستغرام فيسبوك كيدور على البلانات خصوصا فهمتي مراكنا راه كعارف نتعاطوا حنا اصلا كونتوني امريكاني بزاف فهمتي يلا كتبدات تفهم شي حوايج حيت بعد واحد النهار كنت انا اصلا ديبريم والعيبات ما كنتش عارف كاع عارف هاد البلانات ديال انك كتكون ديبريمي وهادشي فهمتي فما تكون ديبريمي كيجي عندك صعب يقول لك وترجل صاحبي فهمتي ما كدير بحال هكا واش انت اصلا شنو دايس عليك والعيبات. المهم دابا فهمتي اونسلي كنحاول
تيك كير فهمتي المنتدى ديالو صافي اه مهم فهمتي بلان خصك تكون ديبريمي ولا عيبات بلان فهمتي ما كيفهمش هاد البلانيت كتحاول واش كتفلا ولا لا فهمتي ولا طالقه ولا كتمت المهم انا اونستلي فهمتي هاد الاواخر اللي كنحاول تيك كير منتل هاد ديالو صافي انت شراك تلعب دور كبير فهمتي بحال بحال الفيزيك مورا مونطال مون خصك تكون مزيان الشيء كيأثر عليك فهمتي باش برودكشن في الخدمه تكون بروداكتيف لعيبات راه تكون عندك واحد المنتل هاد مزيان صراحه مرات وصول حتى انا نفس البلان ملي كندير شي حوايج اللي فهمتي كنحاول نكون شويه متسامح مع راسي فهمتي ما كنبعد على ستريس وكنبقاش اوفر ثينكين فهمتي حيت بعض المرات كتكون كدير شي حوايج وكتقول راه ما فهمتي باقي مازال خاصك باقي مازال خاصك كتحاول تزرب على راسك وداك الشيء كيخليك بحال اللي قلتي كيطرا لك واحد الاحتراق داخلي اللي كيسموه بيرن اوت كتولي كتولي كدير شي حوايج اللي هما مزيانينش ليك الصراحه غير باش تنفس على راسك باللي هو العكس خاصك تكون فهمتي تبقى غادي تشيل قريب شويه واحد الوتيره وبشويه طلع النيفو ماشي تجي ما بين نهار وليله وديرها وطلع صراحه same for me انا صراحه like دي رجوله انا من like مش حال هذه انا موير بان فهمتي بنت منتل هيلث ديالي لايك موست اوف ذا تايم فهمتي ما كتكونش هيلثي اس فهمتي هيلثي ديما فهمتي كنقلب على كيفاش نقدر امبروفيا كيفاش نقدر نتيكي كير اون ماي باش بحال هكا لاحقاش يجي شي لعيبه اللي فريمون وهذه واحد البلان سبيكين اوف ذات هادو غير دي زيكسبيريونس كايند اوف بيرسونيل دابا البلان هو واحد القضيه لا ماجوريتي في سوسيتي لا ماجوريتي ديال السوسيتي في المغرب ما فهمتي ما عندهمش واحد الاويرنس بالمنتل هيلث وشي بلانات بحال هكا وهذا الشيء فهمتي كايند اوف راجع للكالتشر ديالنا الايديوكيشن اللي كياخذوها بنادم فهمتي لحقاش لا ناشور ديال العائله في المغرب فهمتي كيحطوا واحد البريشر على الدراري الصغار والعيبات فهمتي اللي يقدر فريمون ديستابيليزي الاغلبيه ديال الناس الكبار الناس اللي شويه ما عندهمش كونتاكت مع السوشيال ميديا ولا ابار السوشيال ميديا ماشي قضيه السوشيال ميديا ماشي غير السوشيال ميديا زعما الكالتشر اترونجير وصافي حتى هي منين هاد الجينيراسيون زعما المعلومات ولا شي لا بيبر اللي ما تلقى عارفو انا ما عنديش غير واحد المعرفه فهمتي ولا ما لان كيكون سد على راسو ثاني فهمتي ما كنكونش عارف بزاف ديال الحوايج راه فهمتي دابا الوالد ديالك انا متاكد مليار في المية كنتي كتهتم بالمنتال هاد ديالك وما تقولك لا ما تبقاش فورسي على راسك ارتاح هادي ما تبقاش دير في بالك فهمتي راه فهمتي دونك راه هي ديجا عارفه هاد البلانات تاعهم خصهم يكون صراحه ولكن تو بي اونست راه هاد القضيه هادي شويه قليله الصراحه امشي لحقاش كاين ممكن ان شي لعيب اللي تكون فريمون غاف باغ اكزومبل تجيش بغيت تسيكي هيلب مع شي واحد اللي قريب ليك ولا شي لعيب وما غتكونش عنده فهمتي ما غيكونش عارف باللي انت هذيك شي لعيبه اللي سيريس اولا شي فهمتي اتس ان ايلنس غادي تحاول فهمتي تحاول تريتشي ولا تسيكي هيلب هو ما غيتفهمش هذيك السيتوياسيون ديالك غيبدا يقول لك لا صاحبي راه هانيه دابا دوز ولا شي لعيبه بحال هكا فهمتي راه عادي هادشي فهمتي راه ما فهمتي راه كتزيد فيه ولا شي لعيبه بحال هكا فهمتي هذا بلان اللي ما مزيانش صافي دابا تكبر وتنسى ولا شي لعيبه فهمتي راه بحال ما عرفتش حتى شكون هو شرتي كاملين حنا طرا لينا البلان ولا شي لعيبه بحال هكا ولا انا طاري ليا بحال هكا فهمتي كيحاول يرد لايك فهمتي هيز بروبلم ماشي ديال هذاك اللي سيكين فور وهادشي راجع فهمتي لان ما كاينش واحد الايديوكيشن فهمتي ما كاينش واحد هاد السيستم مثلا غير في المدارس كتلقى انفيرميير ياك كتلقى انفيرميير ولكن هذيك الا خدمات فهمتي راه كداوي شي واحد لا تجراح
ما طاح شي طيحه صافا فهمتي في سبور ولا شي لعيبه ولا فهمتي اللي كان شي حاجه غاف راك طيح كيعيطوا له البيلونس نيشان هذا المرض ما كتلقاهاش كاع ولا كيخمي المهم حنا كنقولوا لقاي شي انفيرمير براسه كتلقى فيها ديبرسيون الصوت ولا فهمتي دابا حنا اش نقولوا حنا كنقولوا كاينه الصوت ولكن ماي بوينت از ما كاينش واحد الكونسلر فهمتي او لا شي واحد اللي تيهضر مع الدراري مثلا شي واحد جوين ثرو ستريس ولا شي لعيبه عنده غادي شي حاجه طاريه عنده في الدار ولا شي بلان اللي ما مخلياش مثلا يطرى على القرايه ديالو ولا شي لعيبه ولا ماشي ممكن تكون اي بروبليم اللي سامبل ما كاينش واحد خونا اللي غيهضر مع الدراري ولا اوريونطيهم ولا يحاول فهمتي ماشي غير على خونا ما كاينش تالك اون جينيرال على هذا الشيء فوالا بحال هذه شي حاجه ما كاينش في الدنيا فوالا دراري كويشن يس دابا هضرنا على المينتال هيلث الصحه العقليه وكيفاش البنادم ما عارفاش كيفاش دايره وكاين اللي كيتولي شي اللي هو ما عارفاش بلي راه داكشي اللي كيدوز منه هو الصحه العقليه هضروا دابا ندوا على المسببات ديال حق الديبرسيون اي حاجه ريليتد للمينتال هيلث نظركم شنو هما صات صراحه ما كاينش كاينش واحد الكوز وحده ولا ممكن داكشي يكون داكشي يكون كثير نورمالمون كاين بزاف هما كاينين بزاف الصح فهمتي ممكن عطوني شي اكزامبلز ولكن شي حاجه اللي كثروا لي شي لا كاع بنادم والسوشيال ميديا الصح فهمتي ما عرفش ان السوشيال ميديا راه فيك كيبقى تحط فراسك ديك المقارنه ديال فهمتي التلاعب علاش تخونا ولا علاش هذه ترانس كيطراو في الحياه ديال داك الشخص لا قال لك واش شي حاجه اللي فهمتي اللي كثر لي تبيل فهمتي اللي سالي هذا من بزاف ديك باصات رجوله ما عرفتش كيبان لي انا فهمتي ما عنديش شي دراسه ولا شي حاجه صارا ولكن كيبان لي هذا الشيء كثر حيت بسبب السوشيال ميديا بنادم كيبقى يحط فراسو ديك المقارنه ولكن الصاد كاين واحد الحاجه اللي فهمتي بحال قلتي عاد بنادم كامل تقريبا عاد بنادم كامل وهي واحده من المسببات ديال ديبريشن ولا فهمتي البدايات ديال المينتال هيلث اللي كيخلي بنادم كيولي اوفر ثينكي ولا كي فهمتي كيدير اي حاجه متعلقه بالمينتال هيلث الصعب انت الصاد وحده كيف ما قال عرفتي شنو هي هما البيرنتس الصاد يس ذا كود ليد انتو ات ذات از وان اوف ذا ريزنز بيرنتس الصاد من اكثر الحوايج اللي كيخلوا انه سواء تشيلدرنز ديالهم فهمتي ولادهم اون جينيرال يولوا يدخلوا لهاد الزوبعه هي ديك الطبقيه ديال شوف قرر راسك مع بنادم شوف خالتك شوف خالتك راه مشى لفرنسا شوف الماي راه ولا جني ضروري صاحبي اللي كان مدزنا منها في الصور بروني هادي شوف هادي هادي كل شيء ما كاينش شي عائله ماشي غير في موروكان بيبل ماشي غير الصغار ماشي غير في الصغار كتلقى كبيره ولدها عنده 40 ولا 50 عام وكتقول ليه ولد فلانه ولا جاب لمو هادي ولا داير دابا الصاد ولكن دابا نشرح لك واحد الحاجه الصاد انا كندوي فهمتي الكار اللي دزت منه هو اذا كنت تقول لي تايا هذا شوف هذا ولكن دابا ماكش عندك فراسك اش كدير بحال كتحفزك انك تزيد تخدم على راسك فهمت فوالا ولكن هي ما عارفاش انك تبقى طيحك في هاد المقارنات اصلا خونا تبغى تكون احسن منه وكل شيء ولكن تقديم تقول لك شوف هذا هذيك لعيبه تقدر تلعب لك على السلف استيم ديالك ماشي ماشي كاين هو خايبه راه تبعت موتيفي موتيفي ولكن بعد ما فهمتي هادشي كيزرع فيك واحد الحاجه قديمة تتقارن راسك ولكن الصاد راه تقدر هي بلا ما تعني تعطيك واحد الجولز اللي فهمتي شويه ولا واحد الكومباريزون اللي بعيده ولا صعيبه فهمتي فهمتي نو اوفنس تو اني وان ولكن فهمتي ممكن تكون شي واحد اللي فهمتي انت بلا علاقه معاه مثلا هو شخصيته مرتاحه في لانجينيوري خونا عنده مع الماتش في واحد الطريق اللي انت ماشي ديالو انت ما عندكش مع الماتش فوالا انت ما عندكش مع الماتش عندك مع الفيزيك فهمتي باغ اكزومبل هادشي تقول لك شوف ولد هادي دار سيونس مات ودار هادي ودار وراه ولا هادي
غتجي بغيتي حتى بغيت انت غتبغي تفهمتي ترضي والديك، ما كاينش واحد ما غيبغيش يرضي والديك. غتقول فهمتي غنمشي غتسمع ليها غتمشي غدير سيونس مات لايباش ان اوردر باش تولي بحال داك خونا او احسن منه. انت ما عندكش مع الماتش اصلا راسك كتبقى فهمتي فوالا كتبقى راسك غادي كاش فيلي دازو في الريل لايف داك حنا عشناهم معاهم كيتلاحوا شي حوايج لا خلاص صاد كيبان لك فهمتي داك الشيء. انا صاحبي انا براسي تلاحي دابا ميناش نقولوا ليك فتحنا صافي لا راسك براسك انا براسي مورا الباك نقطه ماشي حتى ليه فهمتي شفت الوالد كيعيط عليه الدم ما عجبوش الحال هادي فهمتي وكيقلب معاك على المدارس وهادي وباغي لك كتشوفوا انه هو في نظره باغي يلوحك الاحسن طريق ولا احسن سيفست رود حاجه اللي فهمتي مزيانه. شاف تاعيا قلب تاعيا نهار كامل هو كيقلب بانت ليه لانرجي غونوفلابل شي حاجه اللي من القدام والمغرب غادي لانرجي غونوفلابل وداكشي ديك الساعه دوك لي بروغرام والهضرات كثير على هادشي صافي. قال لي شوف نقلبوا على هاد المدارس قلب نقطه تما كاين ما تجيب لي جابت لي البي تي اس وحده اللي كدير لانرجي غونوفلابل كاينه في الرشيديه صافي فهمتي. انا ما هو على الاقل انا بعدا الوالد ما قالش لي سير لهادي قال لي فهمتي قال لي شنو بان لي انا من كثره داك فهمتي باغي نرضيه ما امكن مورا ديك قلت صافي قلت فهمتي نمشي معاه قلت نمشي فهمتي مزيان نمشي صافي نمشي تما دوزت واحد العويام نشاط وشي وجي كيف صار على شو كان يخدوني إلى الماسك ولكن اللي درز زعما اللي كتعلموا من هذا الشيء حيتاش مشيت وجيت وتاكد فهمتي مورا اعوام كتاكد بالصح باللي كتقول الحمد لله اللي ما كملتش في هذيك الطريق ولا ما استقاتش ليا ديك الطريق حيتاش بصح كنت تعذب في هذيك الطريق وشي حاجه اللي ماشي ديالك وما زعما ما طلعش ليك فهمتي. هذا صاد كان بي جاست وان اوف ذا ريز كنقول راه عندي الزهر اللي ما صدقاتش ليا داك الطريق. شوف شي تخيل كون كملت فيها ودوزت اعوام ديال القرايه وديك الساعه باش نديبريسا ولا ديبريما ولا غادي فوالا دراري واحد اللعيبه داخله في هذا الشيء اللي خاصها نورمالمون تتعلم النصات فهمتي ماشي شي حاجه اللي غريبه ولا شي حاجه خايبه هي اتس نورمال تو بي ا لوزر ان سامج عادي عادي اصلا ماشي فيها شي حاجه ما عرفتهاش كاين اللي كيسحب راسه خاصو يكون اي حاجه خاصو يكون فيها حيتاش الصوت هادشي كيرجع للترابيه بالرجوله لا بحال باي زون خاصو ضروري يجيب شي نقطه واعره في الباك خاصو ديما يجيب مزيان راه تنوص راه فهمتي تقدر تجيب نقطه مزيان تقدر ما تجيبهاش عادي جدا الصوت واه حاجه اخرى دابا الصاد هادي واحد اللعيبه هادي راه هادي فهمتي هذا سيجي كبير غير كبير لحقاش ديالو كله فاش كيبغي يخدم فوالا لحقاش الصاد كاين الصاد سوسايتي اش كتقول ليك خاصك تقرا تجيب واحد ديبلوم ناضي تخدم في واحد السوسيتي بواحد الرانك اللي طالع ياك ولكن البلان هو انه ماشي كلشي بيلت تو دو ذات فهمتي ماشي كلشي يقدر يديرها فهمتي كاين واحد الكاباسيتي ديالو انه اولا فهمتي يكون نجار نو اوفنس انك تكون نجار راه خدمه وفيها فلوس وفيها فهمتي خدمه فهمتي صعيبه خونا ممكن انه يكون كرييتيف اكثر وغيكون مرتاح اكثر الا كان نجار ماشي نستنى على ديك النجار يقدر يكون سكسيسفول حتى خونا اسمع على ديك النجار واحد خونا كان كيبيع القليه وصير طلع لي دابا راه ما كان مازال كيبيع قلي لا نايس that's not my point by the way I'm not saying this زعما راه نجار شي لعيبه اللي طيحه ولا شي حاجه بحال ليس على اي واحد فهمتي بنادم راه كيدير اي حاجه كومفورتبل فيه فوالا ماشي بالضروره كلشي يشد الباك ماشي كلشي يشد ليسونس ماشي كلشي صر ماشي ضروري كلشي يكون بي اتش دي فهمتي با ما تكونش اميه وجاني واش فهمتي ما تضيعش راسك ايديوكيشن فهمتي ايديوكيشن از امبورطانت ولكن راه ما تضيعش راسك فوالا الفيلدز اوف ايديوكيشن راك شي ما تضيعش راسك وما تضيعش والديك هذا هو فوالا
باش ما علينا هذا الشيء كامل الصاد داخل في انه ما كايناش واحد الاويرنس وما كايناش واحد سيستم ديديكاسيون ولا لا المينتال هيلث في المغرب او في مدارس ولا اي باش شنو عنده دابا واخا ما سمحناش نقول واحد دابا حنا عطينا هذا ليوكا ولكن ما كتشوفش واحد ليوكا اخر كاين والدين فهمت دوك اللي هاي كلاس العيبات وهالين في ولادهم هادي يقول لهم ديروا داكشي اللي بغاو وهنا ما كيدير والو دونك الصاره خص تكون تن شويه واحد الوسطيه وعتيد فهمت تعطي الولد اللي كيدير ولكن ثاني ما بغاش يدير صحه يدير واحد الحاجه فهمت تعطي واحد الحريه ما تخليش عاوتاني يبان لك كيخور تخليه فهمتي تحاول تبي يدير تعطي الاختيار ولكن يبان لك اللي راه غادي في الاختيار إلا بدا فهمتي حيت كاين بزاف راه شي بحال شي بارنتين اللي بينا نقارنوا شي حاجه كيفاش نعرف راه بحال شي سطل جا هو السطل هو اللي ديك الملكك راه مين شي بالك السطل قرب يعمو راه كتسد الكاك ومن شي بالك خاوي راه كتخلي الكاك مطلوب يعني كيما بان لك السطل بدا كيعمر بان خاصو يسد الكاك هذه هي الطريقه ديال بارنتين الصاد If it makes sense. دابا هذا السوجي ديال البارنتين سوجي بوحدو نمشيو حتى هو كبير نقدروا نهضروا عليه في شي بودكاست اخر من بعد ما علينا نرجعوا للمنتل هيلث دابا مصباح حنا كنقولوا منتل هيلث منتل إلنيس ما شنو هو دابا شنو هما تايبس اوف منتل إلنيس اللي كتعرفوا نتوما ديبريشن انزايتي هذا معروفين. هذا اللي معروفين بزاف فهمت. Depression, anxiety. بيروز ولا depression, anxiety, bipolar شيء, overthinking. كين by example بنادم اللي كيكون schizophrenic أو لا فهم شيء sociopath ولا شيء لعيبة فهم شيء هادو illnesses كينين مثلا بحال هكا شي واحد لي سوسيوبات ولا شي لعيبه هادو كيكونوا دي زيتا غراف فهمتي دابا حنا ندوا داك الشيء لي شويه فهمتي ام نوت سيين ديبريشن ولا ديبريشن ولا انزايتي ولا شي واحد لي اوفر ثينك هادو ماشي شي لعيبه لي غراف هادو راه هما غراف ان سام تايم ديزوردرز فهمتي كاين بيرسونال ديزوردرز كاين فهمتي داك فهمتي واحد بحر كبير دابا باغ اكزومبل وكاينين البي تي اس ديز كاين ال ADHD فهمتي كاينين بزاف ديال اللعيبات دابا خلينا نهضروا على السؤال اصلا نهضروا على كومن وونز دابا واش كل كيفاش واحد يقدر ايدنتيفاي اين ميدل انسنت يو كانت خاصك تشيكي بروفيشنال هيلب انت ما تقدرش بوحدك ما عندك حتى شي فورماسيون دونك كيكونوا شي كومن فهمتي كومن العيبات اللي على سيرتين زعما منتل اي بعد المرات الصوت اسمعني بعد المرات تقدر تكون فيك شي حاجه وانت اصلا ما عرفتي ديك الحاجه سميتها فهمتي تا كتمشي كدوز عليك يقول لك عندك شي حاجه عمرك سمعتي بها فهمتي دونك فهمتي غادي تحاول تبعد من داك الشيء فهمتي قد راسك غير من داك الشيء اللي باين وصرف اما باش تقول لي غادي تبقى تشيك ما تقلبش عاوتاني في دقيقات تكتب حاجه في جوجل وتطلع لك اول حاجه وتقراها جوجل راك عارف تقول لي ضرني راسي يقول لك راك تموت لا خاصك تقلب شويه مزيان وداك الشيء ولكن انت غادي تكون تحس براسك ماشي هو ودابا الصاد احسن سولوشن هي تسيكي بروفيشنال هيلب ماكين ما ولكن هذا واحد البروبليم حد واصل هذا بروبليم حد واصل دابا ابا مثلا فهمتي قبل ما تسيك البروفيشنال هيلب ولا شي لعيب دابا انت عارف شي واحد في لونتوراج ديالك منتلي ايل فهمتي ليتس سي ديبرست ياك او لخونا انكشس فهمتي خونا هنا كي he gets anxious بزاف فهمتي على الاقل لعيباش هنا كي اوفر رياكتي ولعيباش وفهمتي كيجيو في بانيك اتاكس وبلاناش ياك شنو هي الطريقه اللي اوبشنال ولا مزيانه باش تعامل مع اولا اختنا فهمتي جندر ايكواليتي ويت عاود الكويشن ما سمعتش دابا انت شي واحد في لونتوراج ديالك ياك
جا عندك قال لك السلام صاط امشي ليت لي مابقيتش كنحس مزيان ولا شي على هكا يا شحال من مره كطرى ليا فهمتي ما كتعرفش كنقول دابا مثلا شي واحد كيعاود لي على شي حاجه ولا كيقول لي شي حاجه كنقول دابا انا شنو الايديال ريسبونس اللي نقدر نقول ما نقدرش نقول نشكي عليه انا باك فهمتي ما نقدرش نقاطع ونقول لا وانا في حياتي كاين وكاين وكاين فهمتي خصني نتصنت ليه كنقول شنو الاوبتيمال ريسبونس شنو ندير فهمتي كنولي واحد المرات ساكت ما بقاش عارف شنو نقول لي ما بقاش عارف دابا شي واحد اسحاول تكرر كنحاول نخليها لايت وكنحاول نسمع اكثر وكنحاول نعطي شويه ديال سولوشنز اللي كيبانوا ليا بوسيبل وفي الاستطاعه صافي هادشي اللي كنحاول ندير انا بيرسونيل. اهم حاجه الصاط هي انك تسمع امشي اهم حاجه هي انك تسمع لك خونا واش حاول تفهم هذيك السيتياسيون اللي تيدوز منها ودونات تسنى خاصك تكالمي هذه اول حاجه راه يكون بزاف بحال البانيك ولا ما خليه على حس لا بالعكس خيب انا كتكالمي طيب حاجه يجي عندك شي واحد فهمتي برزط ولا مريض ولا شي حاجه تقول ليه اتهدنت فهمتي هذه ما خصكش دير مش تقول ليه اتهدنت بس لا تقول الصاد شويه عليك تسنى جلس هذه باش نشوف شنو فهمتي شنو المشكل اللي كاين حاول نحلو ولا شي حاجه واش الصاد هو يجي عنده يقول لك اول شيء عندك ايوا ما علينا مهم الصراحه فهمتي راه قد ايديا تحاول فهمتي تقول لي بشويه لا دابا انا اللي عارف فهمتي كنت عارف هذا البلان هذا فايت ليا كنت شفته ما عقلتش من شحال كنت شفت انه غير انجري بيرسون الى زعما اللي قلتي ليه تهدن ولا حاولتي تكالمي كيزيد يتفقد هو دابا حنا ما كنديروش الانجري بيرسون هو قالك تمشي تتابليك على حتى شي واحد اللي اني بانيك اتاك صراحه خصك تشوف الدراري هو معندك لا عارفين بانيك واش اصلا قلتي شي واحد قلت اصلا ما جبتي شي واحد فهمتي اللي مات فهمتي اللي انجري لا شوف دابا حنا ما تندوش على شي واحد اللي مهم اي بانيك اتاك فهمتي بانيك شي واحد is going through a panic attack ترو خاصك تكالمي فهمتي تحاول تكالمي فهمتي تهضر مع فهمتي تكالمي مش تقول لي شريح ولا داكشي بالعقل دقه فهمتي انت قبل ما هلكيش كلبو دنجال كي كنقول اول اكزامبل شي واحد واكثر حاجه خصو يحس براسه مرتاح حداه يو نيد تو ميك شور انه يكون كومفورتبل فهمتي ميك هيم فيل كومفورتبل هذيك هي اهم حاجه ولكن باغ اكزومبل شي واحد اللي مثلا جوين ثرو شي واحد اللي مثلا كي حس براسه شويه مكتئب ولا كيحس براسه شويه مظلم فهمتي نقولوا مظلم بحال هذا شي واحد جا مثلا كنقولوا حنا بغى يشكي عليك انت هو راه ماشي يجي يشكي عليك فهمتي هو تيجي يعاود ليك تيبي فهمتي كيبي شي واحد اللي يسمع ليه اهم حاجه هي يبغي شي واحد يسمع ليه انت كا اي فريند ديالو خاصك تسمع ليه امشي ماشي حك عليه اهم حاجه الله عليه ما تجادجيش فهمتي وما تقولش لي تشلا طلعش خربق هادشي راه غادي يدوز ولا شي فهمت مش حاولش تمينيماليزي داكشي اللي تيقول تنقص من ديك الهضره اللي تقول او لا تردو صغير واخا ما عرفتش كيف ما بغى يكون جست ليسن لحقاش بالنسبه لي هذيك شي لعيبه اللي غراف فهمتي حاول تعاونوا باش يلقى سولوشن الا قدرتي تبروبوزي ان سوليوشن ياك او لا حاول تقيديه يلقى هو الراسو سوليوشن فهمتي اند حاول هو راه ما جا عندك حتى هو راه ما جا عندك حتى ارتاح ليك ولا حس براسو راه مرتاح داك وحاول حاول تطبق واحد البوزيتيف رينفورسمنت اولا واحد فهمتي تعطي واحد معامله زوينه كنقول مش تعامل زوين واش تعطي دي كومبليمون واش تعطي شي حاجه بحال هكا فهمتي وفور دوز اللي هما كيعانيوا من بانيك اتاكس ولا ديبريشن ولا اتسيتيرا شنو خصهم يديروا اهم حاجه صار اهم حاجه هي تو بروفيشنال تا او تاكس تو سمون او لا الا ما قدرتش
كاع تلقى البروفيشنال هيلب. فايند سامون اف يو كان اللي تقدر تكون مرتاح معاه انف و يو تراست هيم انف باش انك تقدر تمشي تفينتي عند فهمتي مره مره تخوي عليه فهمتي تخوي عليه داكشي اللي تحس بيه اولا فايند سامون فهمتي هو كان ليسن تو يو ياك ولكن preferably to seek professional help. In speaking on professional help, حاجة أخرى. حد حاجة أخرى. هالشيء إلا كنت انتايا فيك هاد العوامل ديال mental illness. إلا ما كنتش depressed ولا شيء حاجة وكان لي صاحبك depressed ولا شيء نايبة. حاول أنك حاجة واحدة تدير هي أنك تمشي تحاول تهضر معاه. إلا ما كانش بغي هضر يكون غير حدا. هادشي اللي كنتي قضيت تقدر تكون حدا اللي كنتي قضيت تكون قضا حدا وبان لك هاد العوامل فيه حاول غير تكون غير حدا غير جالس معاه بوحدة على خاطر تيولي دوي هو براسو ما تنزلش عليه اللعيبه وخليه براسو براسو يتحل هاد المرة ما كتبقاش كاع غادو مع بنادم خاصك تكون بوحدك فهمتي عاوتاني كل واحد ثاني ماكس مرض صحيح فهمتي كل واحد الكوبين ميكانيزم ديالو كل واحد وكيفاش كيتعامل مع ديك السيتياسيون صراحة فهمتي إلا كنتي أنت كترتاح في أنك تهضر هدر كنتي كترتاح انك تبقى راسك وخا صراحه انا بيرسونلي فهمتي اي دونت ثينك ات هيلبس فهمتي لحقاش كل ما بقيتي بوحدك كل ما ايزوليتي راسك تقدر فهمتي تولي في لعيبه فهمتي خير فهمتي شي واحد فهمتيني الا كان حداك شي واحد اوموا هذاك بحال قلتي اون دراماتيزم تيكون فراسك كينقص واحد شويه على عكس من تيكون انت معاك يمكن تي غير بوحدك كتحاول دير شي حاجه باش تخرج من ديك القوقعه اما لك تي بوحدك غتبقى في ديك القوقعه فوالا تقدر تفهمشي تقدر تزيد تغرق راسك شر شي هادي شي حاجه اللي ما مزياناش ودابا هذا واحد البلان اللي شويه فهمتي خايف في السوسايتي في المغرب هو ان اغلبيه بنادم فهمتي ماشي عارف يتعامل مع بحال هاد لي سيتوياسيون ولكن نتسنى واحد الحاجه باش نكونوا معاك ثاني باش نكونوا واقعيين شويه دابا صاد فهمتي كاين بنادم اللي مريض ماشي ما كاينش ولكن كاين بنادم ثاني اللي كيرد هاد المرض فاز الجو كلها بحال ستايل ولا باش ولا لايف ستايل ولا باش أنا اللي ما كيعجبنيش هو شي واحد اللي هو كيحاول يزيد يطيح راسه في هادشي بحال مثلا يقلب على مزيكا ديال ديبرسيون ولا يتفرج ولا يدير مثلا ستوريات مثلا فيديوهات ديال ديبرسيون ولا كيقلب على هادشي فهمتي كل ما قلبتي عليه راه بحال كيعيش راسه في واحد المود ما كيحاول زعما ودابا كاين اللي بنادم كيعجبو بحال هكا فهمتي واصلا ولات بحال اللي قلتي واحد تريند انك تكون ما عرفتش صراحه اصلا اتس بيكامينت اي تريند صراحه فهمتي انا كيقول لهم كيف ما كيقولوا لهم في المغرب العميقين وهادي دابا هاد اللعيبه ما مزياناش البنادم اللي فريمون عنده مشاكل هذا هو المشكله الصح فهمتي بحال قلتي واحد الحوته تخدم شويه كما كيقولوا باش بحال كيبان كيبقى يبان لك بحال هذا كلشي بها مطلعها وهادي ترولات ودابا خصوصا اللي كان هذاك الانسان اللي سبيكين اون عنده هذوك المشاكل من هذيك لا جينيراسيون ولا شي واحد اللي باقي يمشي مراهق ولا شي لاعب يمشي غيكون فريمون كيعاني من شي لعيباش ولا حقاش كاينه هاد الترند هادي وبنادم تيقول انا عميق يا وداك الشيء ماشي اصلا تسمح باش نقول واحد انا ماشي غير حنا فهمتي لي جون ولا هاد الجينيراسيون الجديده راه واقع واحد السيده مهم زنيتي يقدر يكون كيعرفها كانت تقرأ سياك نحدها ومقالة سيدة كبيرة وكل شتاء واحد النار جوقة وفنتي انتحرات فهمتي؟ يعني الصاد ماشي متعلق بلا أنا كنقول لك متعلقش فهمتي أنا بلانج باش ديال المراهقين غير لحقاش هاد الويف ديال العميقين وهادي فهمتي اغلبيه اللي اوريونطي ليها فهمتي بنادم مراهق فهمتي ما تلقاش شي واحد كبير فلاج غيقول لك انا عامر فهمتي الروش ولا شي واحد فهمتي مراهق كيكون ساد على راسه فهمتي ما غاديش يبدا يخرج لك داك الشيء ويقول لك لا انا بهادي فوالا العايش الصوار يعني واش دو ثينك بيبل ار من مور فراجايل ولا غير زعما العقليه القديمه كتقول زعما بنادم القديم ما كيبغيش يبين بزاف باش كيدير دابا انا صاد كنت واحد الوقت بحال مرض شويه
فهمتي؟ وما كنتش كاع انتوما كاينين وكل شيء كتعرفوني واللعيبات ما كنتش كنبغي نبدا نقول نشكي عليكم ونعاود ليكم وهادي وهادي فهمتي؟ بحال كنحس براسي وي فاش كنبدا نعاود فوالا كنبغي نحاول الصاط نفيكسي ماي بروبلمز لراس ما عنديش لاش شي واحد حتى هو مع فهمتي يا انا فيها كاع يكونوا عائله ما كنبغيش فهمتي ما كتبيش تدخل البلانات فهمتي مشاكل ديالك ني مع راسك تبغي نحلهم بوحدي واش صار قلنا بايو حق القضيه هادشي ماشي ما كانش بحال هادي بزاف ملي كنتي زعما كنا حنا قراب مع بعضياتنا كان نورمال ما كيطاوب لكش العيبات ولا هادي ولكن الصاط واحد لابيريود فهمتي كنت فهمتي واحد لابيريود عقلتي لا قلتي فاش كنا كنفهمتي كنمشيو كناخذو السيتيرا المهم درا اللي كيسمع راه ما يعرفناش علاش كندوي المهم كنا كنتجمعوا تقريبا كل نهار كنتقداو العيبات كنمشيو نجيش كراو السيت العيبات وكنعمرو اتاي وتقصار برو لا المشكل هذاك الوقيته بزاف وبايو كان واحد الوقيته ولا كيمشي بكري كيقول لك الدراري انزل فهمتي غير كنتلاقاو كنمشيو كنريحو عند السيمو صافي كدوزا شويه كيقول لك الدراري انا غادي نزيد فهمتي واش ولا كيتعاود نزيد ودابا المشكله الصاط دابا ديك لابيريو كنت كنقول خاصني نخرج من الدار باش انشط صافي كنخرج الصاط كدوز ديك 5 دقائق ما كنحملش نبقى معاك بالروج نقول خاصني نمشي نسد على راسي باش كنسد على راسي يقول خاصني نخرج كنت تخربقت مع راس بقيت مع واحد لابيريود فهمتي كنقل ديك الساعه اصلا ما كنقلبش كاع في هذا الشيء فهمتي الساعه ما كانش قاعد الويف الصاط هذيك الساعه الصراحه ما كان حتى حنا كانت كتبان لي شي حاجه غريبه فهمتي نعم ديبريمي هذا يلاه جاوب غيمشي واليوم طرات وغدا طرات وبعدو طرات فهمتي شي حاجه ماشي هذيك ولكن ما كتطيحش لك كاع في بالك باللي مينتال هيلث ولا شي حاجه حتى اصلا ما عمرنا تنمنا ولا شيء ولا فهمتي ما عمرنا تاديكينا عليها ولا عرفنا فوالا دابا سبيكين اون اديوكيشن الصاط دابا هادي واحد اللعيبه عاوتاني كاينه في السوسيتي ديال المغرب يا توكسيك ماسكولينيتي الصاط ماشي كتجي كتبدا تقول مثلا يلقاو انترو شي لعيبه بحال هكا تيقول لك حتى اشمن صاحبي حتى ترجل ترى رجال هادي ماشي في المغرب بوحدو هادشي راه فهمتي كلشي يا بحال هكا هادي بلان خايب ثاني راه ما كيبغيش يبين لي زيمبتوم ديالو ماشي خفيف خصو يكون سترونغ خصو يكون فهمتي لعيباش بعد لي راسو ديبانز الصاط مع ماشي اي واحد غادي تشكي عليه الاوبفيس لا الصاط راه كيفما قلنا خص هذاك الواحد خصك فريمون اليز ما يو تراست هيم شي ما جاش من والو فهمتي اوفرول من القديم فهمتي البنت كتبغي شي واحد اللي هي ديبندي عليه مثلا راجل معاها ولا شي حاجه ولكن الراجل خصو يكون ديبندنت على راسه فهمتي هادشي من قدام الزمان كان يا ياسر anyway ما علينا ندوزو دابا لبوان اخر هو تيقول لك الراجل تدي معاه كنزو سرو حتى للقبر والمراه لا ولا واحد القضيه ما بقيتش عارف شتا حد خونا كتكريه ولا ما تكتشريه تبقى تعاود لي داكشي كامل اللي فيا كل خمس داكشي ما كاينش مغيرش كيعاود الناس كيعاود لهم كلشي فهمتي داكشي اللي كنتي مخبش في حياتك كامل شي كامل ما سمعتش بهذا البلان هذا اللي بغيتي تسمع اوكي اللي بغيتي تسمع كلنا عندنا واحد السر اللي ما تقدرش تقولوا لاي واحد شي حاجه اللي ويردو و انكفرتبل اصلا ما تقدرش تقول لشي واحد واخا يكون معاك كيفاش بيكون واش نقولوا في بودكاست الانترنت لا جست كيدي بس المهم يا صراحه هذيك حاجه ضروريه يا ترو كل واحد فهمش عنده اي سيكريت وكان شي ما درتي شي حاجه ولا دارت لك شي حاجه ولا شتي شي حاجه ولا سمعتي شي حاجه لي ما تقدرش تقولها ولا اي حاجه تبقى معاك سير حتى النهار الثاني ايه راه شاونا بقى ما علينا داس فهمتي داس بيسايد السبجكت دابا نرجع للبلان ديالنا دابا احنا سالينا لعيباش كنقولوا بروفيشنال هيلب ما بروفيشنال هيلب دابا في المغرب واحد اللعيبه خايبه
ما كاينش واحد السيرفيس بسيكياتر افوردابل او لا فهم شيخ بنادم يقدر يوفره باش انه يسيكيها اللي قادر فهمتي ولا جرين لاين بين نقول غريب اللي فور فري تقدر تصوني ليه وقت اللي بغيتي زعما تشيكي راسك ولا يهضروا شي سوسايد هاكر يعني ولا تحس براسك ماشي هو داك غادي واحد فهمتي زعما اون ذا ايرج انه ينتحر ولا غادي فهمتي مناوي الصعب دابا السيف بريدجز اللي كينتحروا فيهم السيف لاينز واللعيبات اللي شي واحد زعما لا فكر انه يهضر فهمتي وشحال من واحد كيديرها وشحال من واحد كيرجع من الانتحار دابا السطن نقول لك واحد تسمعوني بعدا كنسمعوك الصوت نقول لك واحد القضية دابا مثلا البلايص اللي كينتحر فيهم بنادم بزاف يكون تماك فهمتي السيكيوريتي تكون تماك واللعيبات باش بنادم ما ينتحر حيت بزاف البلايص كيكونوا معروفين في كل مدينة ديك البلاصة اللي كينتحروا فيها ما تكونش سيكيوريتي ما كيكونوا بحال البلانات خصهم فهمتي تكون سيكيوريتي ما غاديش تحرك على السيكوريتي ودابا صدق واحد الحاجه انش ولكن على الاخر اتليست غادي نقال لهم الضرر فهمتي نو غير يفكروا في طريقه اخرى دابا صدق دابا واحد جرين نمبر كما قلتي فهمتي غنقول لك واحد دابا شوف عاد دير واحد الكلينا راك فهمتي عارفين بعضياتنا عادي عادي دابا هانشوي اول سيريسنس دابا غيكون واحد الجرين نمبر وبنادم غايب ضيع يعيط ويطرولي هاد العيب راه كاينه بارتو في العالم فهمتي ولكن الصاد البلان المهم هو انه بنادم خاصو او موان كاين عنده واحد اللعيبه فهمتي كاين عنده واحد الطريق دابا لحقاش الصاد اغلبيه لي كابيني بسيكياتر كتلقى فهمتي لي فري ديالهم غاليين بزاف وماشي واحد من شي فهمتي عائله متوسطه لا ما نقولوا فقيره فهمتي ما يقدرش افورديها فهمتي عائله متوسطه ونورمالمون عائله متوسطه خصها تكون قادره افوردي هذا فهمتي الالتيميت سيناريو انه يكون واحد يكون شي سيرفيس لي فري فهمتي بنادم يقدر يمشي ليه فور فري يمشي يسيكي فهمتي بروفيشنال هيلب وما خاصش تكون بلاصه وحده مثلا قلتي لي خاص تكون شي حاجه فور فري تكون يحلوا مثلا بلاصه وحده في كازا في شي قنت شي باغ اكزومبل راك عارف خاص احسن تكون شي سبيطار ديال الحومه فوالا سبيطارات ديال الحومه كيف ما كاينه في رمليه وكاين طبيبه ديال الحومه كتجي فهمتي جينيراليست كتكتب لك دو لي بران ولا شي لعيبه بحال هكا فهمتي ولا شي باراسيتامول ولا شي بلان بحال هكا ولا شي اونتي بيوتيك ماشي باسطاشو كتشرش من لي زيكزومبل اينو ماشي كل واحد الكابيني حداها ولكن على اون ذات نوت الدراري خاصنا نقولوا واحد اللعيبه اللي هي الا شاف شي واحد من العائله توم ديبريسي ولا شي لعيبه فهمتي ساكت ما باغيش يدوي ولا شي لعيبه ماشي نجيو ندو عاد فقيه هضره وقال مسكون هضره وقال في شي حاجه هذيك واحد اللعيبه هاشتاغ ستوب جوين تو فقيه خلاص خلاص لا بالرجوله حتى هذاك ماشي هو البيربز ديالو اصلا والله ده فهمتي هذه لعيبه اللي فري هذه فهمتي هذه داخله في فهمتي في سوسايتي حيت شحال هذه مني كان ديك الساعه ما عارفينش بشنو هي المينتال هيلث والمينتال ايلنس كان بنادم في المتي يبان لهم في شي اعراض بحال هاد الاعراض اللي دوينا عليهم في البدايه ديال البودكاست ديال مانشال الناس كان تيقول لك هذا راه ساكنو شي حاجه ولا هذا راه في شي حاجه ولا شاف شي حاجه ولا شم شي حاجه لايك وات ذا فوك يقول لك سير دي عبد الفقيه وكيمشي عبد الفقيه ولا دي زور ولا شي لعيبه ودي زور ولا دي ما يمكنش يرجع في ماشي امراض كرجع في امراض جا في امراض كيقول لك شي كان مأثر فيه هو ولكن تيجي عاوتاني عدوى عاوتاني ماشي اي واحد اللي سكت فيه اللي ساكت راه اللي هو ساكت هو ساكت غير باش نكونوا مور ريليتد لبنادم اللي كيتصنت لينا راه كاملين كنقدروا نكونوا شفنا شي عائله كتكون عندهم شي بنت ولا دري ما تيهضرش مع بنادم بزاف تيكون غير ساكت وفهمتي وديما حشومي وكذا يعني ديك راه ما كاينينش بالله راه هو مريض الا ما كانش واحد اللي كيتفوت فيه سكوت يا هذاك كيعاني من المينتال هيلث حتى هو يا هو مينتالي ايل
يعني ماشي بالضروره نقولوا دخونو كلا ضربوا ضربوا اش تيقول لي ضربوا جن ولا ضربوا شي عيب بشكل ايه ما ما سامشن لايك ذات مش بالضروره من طلي ال ولكن فهمتي لكن بزاف خاصك تقاس كوتي وهي خاصك مع الوقت فهمتي تبريك الايس كيما كيقول ايه مع الوقت فهمتي كتبقى بشويه بشويه حتى مثلا واحد الدراري صغار يكونوا ساكت شي وهذيك يكونوا ساكتين ماشي الدراري صغار ممكن يكونوا ساكتين كتبقى بشويه 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 حتى واحد الوقت هو كيولي يصدع لك راسك ولا العارك وما ما دويتوش فهمتي اه صراحه دابا البلان الصاد في بلاصه من هذا ما يبدا يقول فهمتي القيه وديو زور والعيباش شكو كان شي صاد كيفما قلنا في شي سبيطار ديال الحوم واش لعيبه بحال هكا واحد البيرو ديال شي بسيكياتر ولا غير انفيرمي فهمتي بلو سبيسياليزي في هذا الشيء ديال البسيكياتري بنادم فهمتي يقدر يمشي يهضر مع لعيباش ممكن يلقى شي فهمتي يلقى شي تكون عنده واحد التشخيص اللي اكوريت فهمتي وعرف شنو يقدر فهمتي شنو يقدر يدير باش يتخيط هذيك اللعيبه ولا شوف واش غيتخصو دي ميديكامون ولا لا فهمتي لحقاش الصاط الاغلبيه هاد اللعيبات كيكونوا غير الكيميكلز ديال مخك مخربقين فهمتي شي لعيبه انت مخك طرا فيه شي بلان وبدا كيخرج الكيميكلز بواحد لا دوز اللي فهمتي امبالانس كيخرج مثلا الادرينالين كثر من الدوبامين ولا شي لعيبه بحال هكا فهمتي هادشي كي امبالانسي ليطا مونطال ديالك فهمتي وكيكونوا صم فهمتي كيكونوا فهمتي ادويه ولا شي لعيبات اللي كيعاونوا يبالانسيو هاد اللعيبات they might be addictive maybe that's فهمتي that's another subject ما علينا مهم درت واحد شويه الريسيرش الدراري ولقيت باللي ديجا كاين واحد البروجي في المغرب دايروا مع هو اولا World Health Organization ياك باغيني فهمتي باغيني يبداو الاورغانيزيشن راهي اللي كانت كتطلع لكم بزاف في يوتيوب على قبل ما يجي كورونا وكذا هذه هو كذا بوكسينغ ديستنس دابا البلان على حسب ما قريتش باغيين يبدلوا واحد شي لعيبه في الظاهر واحد فهمتي واحد لا لو كانت شحال هذه ما عرفتش شي 1959 ولا ما عرفت شنو واحد اللعيبه اللي كانت فهمتي اوت اوف ديت على الجد فهمتي وما فهمتي ما ديناش وما كتعاون فريمون حتى شي لعيبه وليدي هما ليدي هي انهم غادي يبداو يمشي دي سونتر فهمتي دي سونتر ديال دي ديال هادشي المينتال هيلث والعيباش ويمكن غيديروا واحد ديجا في اكادير وديجا بداو فيه وشي واحد غيكون يمكن في كازا ويمكن شي واحدين اخرين ما عمنا شور ضبط فيه المهم غنخليو ريسورس ديال العيباش خلي فهمتي ونخلي ديزارتيكل والعيبات اللي بغا يقراو يعرف اش كثر but anyway هذه فهمتي هذه might be one of the solutions امشي هذا الشيء ما يمكنش زعما يجي ويطبق ما بين ليله ونهار ماشي هادو دي بروجي اللي غياخذوا يرس ولكن what I think صراحة might be the first step وأنك فهمتي دير واحد تانتيغري شي لعيبة ديديكاسيون فهمتي في مدارس بنادم يدوز دي فورماسيون ولا شي لعيبة خفيفة ولا شي لعيبات بحال هكا فهمتي أولا يكون في وسط مدرسة كيف ما كاينة فرملية ديال داكشي اللي فيزيك يكون واحد الفيلم فرملية أخرى ولا فرملية فهمتي جندر إيكواليشي متعلق بهالشي ديال الهيلث ستاف فهمتي ويحاول يدي الدراري That would be great. But yeah, actually, I think Anna, what do you think in Chuma Dreary? It's going to have to have seance, pal. مرة في الصيمانة شي ساعة في الصيمانة يا ودي كاع ما نديرو سيونس لا كاع ما نديرو سيونس نديرو ندوات ولا داك التخربيق فهمتي ندوات كيكونوا موجودين في الليست نديرو العيبات على المينتال هيلث فهمتي بنادم يعرف شوية شنو كاين كدا مينيموم فهمتي يعرف شنو كاين وكما قال العزي داك البلان ديال الفرملية ولا شي واحد اللي سبيسياليست في المينتال هيلث يكون في المدرسة ويكونوا الدراري عارفين انهم لا احتاجوا شي حاجه ولا احتاجوا شي حاجه ماشي هذيك ولا يقدروا يدويو معاه بحال من واحد هذيك المره
ديك المره واحد الدري فهمتي حاول سويسايد يشعل في راسو العافيه كانت عنده المشاكل في دارهم والعيبات اش دابا بعد ما تخلص شي حاجه ما يدوي ما لقاش شكون لي فهمتي ما كيقدرش على الماسي هاد لي سيتياسيون فهمتي ما كيلقاش دابا خونا باه كي واخا نبداو نشرحوا السيتياسيون ديال خونا ما كنعرفوش ولكن المهم خونا باه كي كيسلخ مو وصافي هو ما عنده حتى شي حل داك الشيء وبدا كيخرج من المدرسه واللعيبات فهمتي اخرى صافي تما ماشي بحال هاد اللعيبات فوالا شي لعيبات كيكونوا في الدار شي افيكتيو الدراري على قرايتهم ومن شي لعيبات ما كاينش واحد في المدرسه اللي هي مع شي واحد في المدرسه كانوا غادي يقدروا فهمتي المدرسه راه عندهم علاقات مع ليطا والبوليس اتسيتيرا راه غادي تفك المشكل فهمتي يلقاو حل وما الدري ما غيبات القرايه ولا شي حاجه ما يسمع في غياب بزاف تحول ما عرفتش الصراحه الدري اللي تهضر عليه ما فهمتش ما نسمعش بيه لعيبه ما عرفتش واش هديد كميت سوسايد ولا لا ولكن واش هديد الصاط لا ماشي هديد كان باغي يحرق راسه كان فوالا ها لاكلي كتصاط الحمد لله الحمد لله بعد ما داتش لعيبه في راسه ولكن كاينين فهمتي كاينين فهمت يا اخويا على راسك ممكن انهم يكونوا سام كيسز اللي فريمون يقدروا يديو ان شي واحد يفهمش يخسر راسو على علاقه بشي لعيبه بحال هكا اللي مكانش ممكن انها تافويدا ولا امشي وبناء ممكن ان بنادم فهمش ما يضيعش راسو في كارير ديالو ولا شي لعيبه بحال هكا ولا قرايتو ولا شي بلان بحال هكا هادو شي لعيبات لي فريمون امبورطانت ولكن فهمتي بنادم في المغرب باقي ما عندهمش هذيك البريوريتي ديالهم ولكن صاد في راسك بلي الاغلبيه ديال الدراري اللي تيكونوا باقي الله كيطو تي غادي نمشي في مرحله ديال انهم نضوج غادي مراهقه وداك الشيء تيكون عندهم افكار انتحاريه ورا فهمتي هذا هو البلان ديال الحق ممكن ان هاد الافكار الانتحاريه واللعيبات يفوضوا وكانت واحد الاويرنس واحد الادوكيشن عند البيرنتس ماشي يكونوا كي ابليكيو واحد سيستم ديال كومونيكاسيون مع ولادهم يحسوا براحه ماشي يقدروا يهضروا مع والديهم اي لعيبه ماشي ما تكونش واحد لا بارير باش فهمتي لحقاش كاين فهمتي الوالدين صراحه ماشي في المغرب لا ماجوريتي ما نقولش كلشي ولكن لا ماجوريتي يحطوا واحد لا بارير بينهم وبين ولادهم ما يحسوش براسهم مرتاحين انوف باش يهضروا مع والديهم في شي دي سوجي لي غراف فهمتي يكونوا يضحكوا وكل شيء وعشران وما شنو ولكن كي تحطوا واحد لي بارير ماشي فهمتي ماشي تقدروش ديباسو يا صافي فهمتي هذا الشيء غير لحقاش ما كاينش واحد بارنس ودابا الصاد نقول لك واحد البلان دابا خاص البارنس وخاص المدرسه ولكن الصاد دابا هادشي كتشوف باقي بعيد حيت دابا المدرسه الصاد كتلقى واحد 60 70 واحد في كلاس واحد اوكي ودابا هاد البروف كيدير الصاد باش يبقى مقابل لك 70 60 واحد فهمتي ويبقى حاضر لك هذا مقلق لا هذا ما بقاش كيشارك بحال شحال هادي لا هذا ولا كيتغير لا فهمتي كاين بزاف المشاكل فهمتي داكشي خاصو يكون في الدار خاصو يكون في المدرسه yeah. صراحه مهم هذا واحد اللعيبه هذه غير ديسكشن حليناها بس ذا فيرست ابيزود فهمتي قبلوا علينا هذه غير ديسكشن حليناها وباي ذا واي شي بروفيسيونيل فهمتي فد من الهير في الاش لعيبه مواطنين هذه فهمتي تحسوا باللي راه كاين شي حوايج اللي نتوما تكونوا عارفينهم وشايفينكم شايفينهم وما عارفينش علاش كيصلحوا we are just giving our thoughts we are not professionals فهمتي نقولهم دابا we are not professionals كان لك دير داك الورنينغ في اللاو غير كنقولوا شي حوايج اللي تقدروا نتوما تكونوا ريليتد ليهم يعني نتوما تقراو ليهم امشي شي لعيبه كي تقدروا تكونوا نتوما دستو منهم وما عرفتوهم شنو هما ونقدروا نكونوا صحا فهمتي افكار صحيحه خاصها تكون غلط فهمتي ماشي ضروري هادشي اللي قلنا كامل صح شوف غير كل كي كيقول الطوط ديالو فوالا افكار ديالنا شي متفق ممكن ما اتفقش
الا بانت لكم شي حاجه يكون كومنت فهمتي عطاو دي سيجيستيون المواضيع عطاو اي حاجه بغيتو ماشي سيجيست شي حاجه ولا تنسى عاون اخاك القريب بالرجولة we should care for each other because all we have is each other but anyway I guess مهم as a conclusion من هذا الشيء كامل اللي قلنا هذا السبجكت ديال mental health واحد اللعيبة اللي فريمون منسية في المغرب but luckily مورا ما درش هذا little فهمشي بداو كيداروا steps ولعيبات وهذه الشيء حاجة اللي مزيانة but فهمشي باقي في قدامنا واحد طريق طويلة and hopefully اي واحد سمع هاد البودكاست ولا شي لعيبه وما كانش عنده كاع يميد شنو هي المينتال هيلث بليز دير واحد شويه الريسيرش قلب على شنو هي المينتال هيلث شنو هما المينتال النس كيفاش فهمتي تقدر تكون انت براسك يور جوين ثرو سامثين وما عارفاش بدات كد فهمتي تقدر تاكتيفي شي لعيبه فيك باش تمشي تقلب على راسك وتقدر داو فهمتي ديلي مع هاد السيتياسيون ان ا بيتر واي قبل ما تلي يدير شي لعيبه اللي قال أو تقول أي واحد بلي شو واحد ما راش كاش ليش حاجة تقول لي ضحك معه تقول لي تصير تفك تبرز خايف شو مهم شيء طبيعي بالرجوع طالع عليه إحنا عندك شيء تم كنت طالع عليه بعد مرة بس كتير شو الصعب هذا مرة كن نمت بدون كي كتير اخويا انا فهمتي كن كتر ستة كتكتر اخو لا كن كتر شعالي انت ضروري الضحك وادي طالية انت كنت حك انا كنشوف الصراحة دكشي كيطلع فهمتي كيطلع في الراس تكون كتضحك ولكن كيطلع دكشي في الراس ما علينا مهم دريري thank you for tuning in الاول بودكاست ديال موروكن virtual podcast او MVP hope you enjoyed it مهم if you have any suggestions ولا شي لعيبات سوبجيكت اللي تبغونا نهضروا عليهم in the future let us know that would be grateful and yeah follow us باش تبقى up to date البودكاست ملي تلاحوا لعيبات and yeah thank you and peace out peace out fuck alright pussy